حبايبي الحلوين، النهاردة عندنا قصة جميلة أوي مرت كتير أوي علينا، اسمها نادر وكوباية اللبن. خليكم مركزين أوي معايا، ليه؟ لأن فيها كلام كتير أوي يهمني أقوله. وكان يا مكان كان في ولد جميل، كل حاجة فيه جميلة، اسمه نادر. بس المشكلة إن نادر ما كانش بيحب يشرب اللبن، كل يوم يقعد يفطر وتيجي ماما تحط اللبن في كوباية يزعل ويكشر، وعلى طول على طول يكلم نفسه ويقول هي ماما فاكراني ايه؟ فاكراني لسه صغير، ده انا خلاص كبرت وكل يوم بكبر واكبر، ده فاضل شهرين ويبقى عندي 8 سنين. وطبعا نادر كان غلطان، علشان اللبن مش بس للصغيرين، لا ده كمان للكبار. بعد ما يفطر أوام ومن غير كلام يقوم يغسل بقه وإيديه ويسيب كوباية اللبن زي ما هي وما يشربش منها ولو شوية. مامته تشوف كده تزعل وتتضايق، ويقول نادر لنفسه طب هي ماما زعلانة ليه وبتتضايق ليه؟ طبعا ماما لازم تزعل لأنها بتحبه وخايفة عليه. على طول على طول تكلمه ماما وتقول له اسمع الكلام يا نادر واشرب كوباية اللبن. يرد نادر ويقول ما بشربهوش. تقول له ماما يا حبيبي يا نادر ما تتعبش مامتك حبيبتك، ربنا يهديك عشان خاطري اشرب اللبن ولو حتى شوية منه. بس نادر برضو يرد بعصبية ويقول ما بحبوش. وتتحايل ماما على نادر كتير وتقول له اللبن ده هو اللي هيقوي عظامك وعضلاتك ويقوي عقلك وسنانك وعينيك. بس نادر زي كتير من الاولاد بيحب يشرب ما بيحبش يشرب اللبن والحاجات المفيده، لكنه بيحب يشرب الحاجات الساقعه، ياكل الاكل السريع. يا اولاد يا حلوين، الاكل ده مش كويس خالص على صحتكم، ولازم تقللوه او حتى كمان تمنعوه. نرجع تاني لنادر وحكايته مع كوباية اللبن. نادر دايما غضبان ومزعل مامته، وعشان كده مش هقول عليه شاطر، لانه فاكر ان اللبن ما يحبهوش ولا يشربوش الا الصغيرين واللي عمرهم 2 سنين زي بودي ابن خالته شروق. لكن هو قال ايه بقى؟ كبير فاضل عليه 2 شهر يبقى عمره 8 سنين، وكل يوم ماما تتعب من المحايلة عليه وتزعل منه وتخاصمه كمان. بس نادر بيحب ماما، ويفكر نادر أعمل إيه علشان ماما ما تزعلش مني، أنا مش عايزها تتعب ولا تزعل مني وتزعقلي وكمان تخاصمني. نادر قعد يفكر ويفكر هيعمل إيه في مشكلته وإزاي يخلي ماما ترضى عليه. نادر قال بصوت عالي أنا جات في فكرة. يا ترى ايه الفكرة دي يا نادر؟ ويا ترى هيطوع كلام مامته ازاي ويشرب كوباية اللبن ولا ايه؟ بس نادر فكر في فكرة مش صح، قال لنفسه انا هعمل نفسي شربت اللبن، واول ما ماما تجيب اللبن انا بسرعة هفضي كوبايتي في اي مكان وارمي اللبن اللي فيها، ولما ماما تشوف كوبايتي فاضية تفتكرني شربت اللبن، وبالطريقة دي ما تزعلش مني وكمان تحبني اكتر وترضى عني. بس يا ترى نادر هيعمل الغلط الكبير ده ويرمي نعمة ربنا ويكذب على ماما كمان؟ لا لا، نادر متربي وعنده اخلاق والحمد لله ما عملش كده. وبسرعة نادر اتراجع عن الغلط الكبير اللي كان هيعمله، بس هو لسه محتار قوي ازاي يخلص من كوباية اللبن ما يشربهاش. ويفكر نادر ويفكر لحد ما جات له فكرة يحس فيها انها احسن واريح من الاولانية. يا ترى الفكرة التانية ايه يا ربي تبقى احسن من الفكرة الاولانية؟ يقول نادر انا هجري واخد كوبايتي واديها لاختي الصغيرة نورة، وبسرعة هتاخدها وتشربها كلها عشان هي بتحب اللبن طول عمرها. وتاني يوم في الصبح مامته جابت له الكوباية كالعادة بتاعت اللبن زي كل يوم، وبسرعة راح المطبخ عشان تطبخ.
وكانت أخته نورة قاعدة بتفطر جنبه. نورة كانت شاطرة تسمع كلام مامتها، شربت كوبايتها كلها، وبسرعة نادر شال كوبايتها الفاضية وحط كوبايته المليانة قدامها، وأوام من غير كلام نورة شربتها. أصلها يا حبيبتي بتحب اللبن قوي. في الوقت ده ماما رجعت وشافت كوباية نادر فاضية، فقال لمامته: أنت يا نادر شربت كوباية اللبن بتاعتك؟ نادر عاوز يقول أيوه، بس نادر عمره ما كذب. سكت نادر وما ردش على مامته، ورجعت ماما سألته تاني مرة نفس السؤال: يا نادر أنت شربت كوباية اللبن؟ ونادر قال السر لأنه مش متعود يكذب. قال لها: يا ماما ما شربتهاش، أنا اديتها لأختي نورة. وتقعد ماما جنبه وتفهمه زي كل يوم ما احنا عارفين إن اللبن حلو عشان جسمنا وصحتنا، بس برضه نادر بيرفض ويزعل ماما. وفي يوم نادر دخل أوضته يلعب ويتنطط فرحان ومزقطط. كان بيلعب مع نورة أخته بالكورة، يحدف لها وتقدف له. وفي مرة هو بيحدف لها الكورة وقع يا حرام على الأرض على رجليه الاتنين، وفضل نادر يعيط يعيط من الألم ويناجي على مامته. مامته جت بسرعة بعد ما سمعته، ما هي كانت بتخاف عليه زي ما احنا عارفين. وجت مامته وهي يا حرام قلقانة عاوزة تطمن على رجليه. قالت ماما: مالك يا حبيبي، مالك يا نادر، حاسس بإيه يا بابا؟ قال لها نادر وهو بيتألم وزعلان: أنا تعبان قوي يا ماما ومش قادر أقف على رجلي. قالت له: اوعى اوعى يا نادر تحرك رجليك لأنها يمكن تبقى مكسورة. وماما عملت الصح، لو أي حد فيكوا يا ولاد يقع على رجليه ويحس إنها وجعاه قوي لازم ما يحركهاش، ويتصل بالدكتور على طول زي ما ماما في الحدوتة بتاعتنا عملت بالظبط. وماما تجري تتصل بالدكتور، ويجي الدكتور عشان يكشف على نادر اللي كان تعبان جدا وبيعيط. يكشف الدكتور على نادر يقول: انت يا نادر رجليك الاتنين اتكسرت، محتاجين بسرعة يتجبسوا على الأقل شهر، وتلتزم بالعلاج وكل يوم تشرب كوباية لبن كبيرة علشان تعرف من تاني تمشي على رجليك. وقال الدكتور لماما ان كويس قوي انه ما تحركش لما وقع لان حالته خطيرة. ونادر هقول عليه شاطر اهو علشان عرف غلطته، وكلام ماما بقى يتسمع على طول، وكلمة حاضر يا ماما بقت تتقال من غير وجع قلب ولا منهجة. نادر شرب اللبن الجميل وهو سعيد ومبسوط، ويوم بعد يوم نادر بقى ياخد الدواء زي الدكتور ما قال، وبعد شهر بالتمام والكمال خف نادر ورجع يلعب. وبعد شهرين زي ما قلنا في الأول كمل نادر 8 سنين، وكان ما يقعد يفطر، كل ما يقعد يفطر يسأل ماما على كوباية اللبن. حبايبي الحلوين، اللبن مهم لينا كلنا كبار وصغيرين، وكلام ماما أهم وأهم من غير منافسة ولا تعب. نسمعه وننفذه. وأنا يا ولاد بحبكم يا ولادي، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله في حكايتي حواديت ماما سميحة. ومع السلامة. النهاية.